السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم. قال رحمه الله: أول الوصايا الإيمان بالله، وأول ما يوصيكما به ما أوفى به إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأنهاكما عما نهى عنه لقمان بنه وهو يعظكم: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وأؤكد عليكما في ذلك وصيتي وأكررها حرصا على تعلمكما وتمسككما بهذا الدين الذي تفضل الله تعالى علينا به. فلا يستنكركما عنه شيء من امور الدنيا، واذكرا دونه ارواحكما فكيف بدنياكما، فانه لا ينفع خير بعد الخلود في النار، ولا يضر خير بعد الخلود في الجنه. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. هذه وصية عظيمة، بل هي أساس كل الوصايا القادمة وقطب رحاها، وذلك أنه أمر ابنيه بالإيمان بالله جل وعلا، والإيمان بالله كلمة جامعة، وتعريف الإيمان في اللغة هو الإقرار وليس مجرد التصديق، لأن الإيمان يشمل التصديق لأن الإقرار يشمل التصديق وزيادة. ومن أراد التوسع في ذلك فليرجع إلى كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية في رده على الباقلاني الذي ادعى بأن الإيمان مرادف للتصديق، وقد اختصر ذلك في جملة مفيدة أخونا الشيخ الدكتور عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى في كتابه زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه، فليراجع. أما تعريفه شرعا فهو قول باللسان وتصديق بالجنان وهو القلب، وعمل بالأركان وهي الجوارح. فالإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو تعريف السلف. ولذلك يقول الإمام البخاري: أدركت ألفا من العلماء يقولون الإيمان قول وعمل. ويقول سفيان بن عيينة رحمه الله:
أدركت 62 عالما يقولون الإيمان قول وعمل. وهل هناك تعارض بين من يقول من السلف الإيمان قول وعمل وبين من يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد؟ من يجيب ويأخذ إحدى هذه الجوائز؟ طيب، من يجيب ويأخذ إحدى هذه الجوائز؟ هذه الجوائز مجتمعة ولا كل كتاب الحال يا طيب، أقول سمعتم الآن مني كلام السلف أن منهم من يقول الإيمان قول وعمل، وهناك من يعبر فيقول الإيمان قول وعمل واعتقاد، فهل هناك تعارض بين هذين القولين؟ لا، الإجابة من واحد. حدد حدد حدد، اصبر اصبر اصبر، نريد واحد يا جماعة. حدد يا شيخ يوسف، حدد لنا واحد. قم قف وتكلم. وحبذا لو حدد من الشباب الصغار شوي، أما إخواننا طلاب العلم الكبار فهم على خير. ها، الإيمان قول، القول يشمل ماذا؟ الإيمان يشمل، القول يشمل قول اللسان وقول القلب. أها، والعمل يشمل قول عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. ما اسمك؟ تفضل. طيب، سؤال آخر يتعلق بهذا، ما هو قول القلب مع الدليل؟ بسرعة، قول القلب مع الدليل. سمعتم إجابة أخيكم يقول لا تعارض بينهما، لأن الذين قالوا الإيمان قول وعمل يقصدون أن الإيمان يشمل قول القلب وقول اللسان، والعمل يشمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. السؤال هنا، أولا، ما المقصود بقول القلب وما الدليل؟ بسرعة، تفضل. ها، يا شيخ يوسف حددوا لنا الذين يجيبون. طيب تفضل. دليل قول النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه. هذا قول القلب، أحسنت. قول القلب مثاله حديث من قال لا إله إلا الله صادقا أو خالصا من قلبه دخل الجنة. طيب، في آية يا